السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية، نبدأها بالعناوين. خلال اتصال هاتفي، خادم الحرمين الشريفين والملك تشارلز الثالث يؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات بين البلدين. سمو ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية. وزير الخارجية يوقع اتفاقية إنشاء مقر للمنظمة الدولية للتعاون الرقمي في الرياض. جرى اتصال هاتفي اليوم بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن خالص العزاء وصادق المواساة لجلالته والأسرة الكريمة وللشعب البريطاني في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية. كما هنأ خادم الحرمين الشريفين جلالته باعتلاء العرش متمنيا له التوفيق في خدمة مصالح شعب المملكة المتحدة الصديق، ومتطلعا أيده الله لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين. وقد عبر جلالة الملك تشارلز عن شكره وامتنانه العميق لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من مشاعر نبيلة، مؤكدا حرصه واهتمامه بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء برقيات تهنئة لكل من فخامة الرئيس دانييل أورتيغا سافيديرا رئيس جمهورية نيكاراغوا، وفخامة الرئيس نجيب بوكيلا رئيس جمهورية السلفادور، وفخامة رئيس كوستاريكا رودريغو تشافيز، وفخامة السيدة زيومارا كاسترو رئيسة جمهورية هندوراس بمناسبة ذكرى استقلال بلادهم. أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية في خطوة جديدة نحو الريادة وجعل المملكة العربية السعودية مركزا عالميا في هذا القطاع بحلول عام 2030، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتوفير الفرصة الوظيفية في مختلف القطاعات وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء. وقال سمو ولي العهد أن طاقة وإبداع الشباب السعودي وهواة الألعاب الإلكترونية هما المحرك للاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي تلبي طموحات مجتمع الألعاب محليا وعالميا من خلال توفير فرص وظيفية وترفيهية جديدة ومميزة لهم بهدف جعل المملكة مركزا عالميا لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول 2030.
وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديما اليحيى اتفاقية إنشاء المقر الرسمي للمنظمة في العاصمة الرياض. وأكد سمو وزير الخارجية أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك مع الدول الأعضاء في المنظمة للمساهمة في تنمية البلدان والشعوب، مشيرا أن المملكة حريصة على دعم جميع مبادرات منظمة التعاون الرقمي. التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية في مقر الوزارة بالرياض اليوم المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بيديوليت، وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيز الأمن الغذائي إقليميا ودوليا. أكدت المملكة أنها اتخذت جميع التدابير القانونية التي تحظر كل أشكال الرق المعاصرة والاستعباد والممارسات الشبيهة بها. وقالت نائبة رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة بالأمم المتحدة شذى الأحمدي إن المملكة انطلاقا من تشريعاتها ومنظوماتها الأخلاقية والتزاماتها الدولية تؤمن بكرامة الإنسان وحقوقه دون أي معايير مزدوجة، مشيرة إلى حرص المملكة على تطبيق معايير حقوق الإنسان ودعم دور المنظمات الدولية في هذا الخصوص، وقد انعكس ذلك على الإنجازات والجهود البارزة التي حققتها المملكة. أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي خلال لقائه بوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس اليوسف أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وعمان في مختلف المجالات تحقيقا لتطلعات وتوجيهات قادة البلدين والاستفادة من الفرص الواعدة في ضوء رؤية البلدين المستقبلية ورفع مستوى التبادل التجاري. هذا وقد عقد في الرياض اجتماع الطاولة المستديرة الاستثماري ومجلس الأعمال السعودي العماني، وذلك لمناقشة أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين. نتابع. بهدف تقديم الدعم والتسهيل للقطاع الخاص لتنفيذ خطط التنمية الفعالة وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية، عقد اجتماع الطاولة المستديرة الاستثماري ومجلس الأعمال السعودي العماني بحضور وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قيس اليوسف. نريد نشجع الاستثمارات العمانية السعودية والسعودية والعمانية، لأن حجم التبادل التجاري اللي وصل اليوم تقريبا يعني إلى هذا السنة إلى شهر 5 أكثر من 1 مليار ريال عماني، بالمقارنة مع السنة الماضية سنة كاملة كان حوالي 1 مليار و200 ألف، فبالتالي يعني حجم الاستثمار بدأت تزيد، وأيضا حجم التبادل التجاري قصدي والحجم الاستثمار وصل إلى 1 مليار و500 ألف. وتأتي الاجتماعات بمشاركة مسؤولي القطاعات الحكومية وممثلي القطاع الخاص والشركات من الجانبين. ناقشنا أبرز المشاريع وتطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ابتداء من زيارة تاريخية لسلطان عمان، ثم تبعها زيارة سمو ولي عهد المملكة إلى السلطنة. استعرضنا التطور الملحوظ في التبادل التجاري خلال الأرباع الأخيرة. استعرضنا أبرز المشاريع الاستثمارية الموجودة في سلطنة عمان. الاجتماعات ناقشها ممثلو القطاع الخاص والشركات خلال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية قطاع نشط، وهو الذي يقود العربة الاقتصادية في المملكة بمساندة قوية من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين. فيه حوافز، فيه امتيازات، فيه تسهيلات لا توجد في أي دولة في العالم صراحة. يتطلع المسؤولون في هذين الاجتماعين إلى استثمارات نوعية تلبي تطلعات القيادتين والشعبين في مجالات مختلفة. خالد التميمي، الرياض. اختتمت اليوم أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تحت شعار الذكاء الاصطناعي لخير البشرية، والتي استمرت على مدى 3 أيام
بحضور أكثر من 10,000 شخص يمثلون 90 دولة من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في العالم. وناقشت القمة جملة من الموضوعات التي تبين انعكاسات الذكاء الاصطناعي على أهم القطاعات، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها. الذكاء الاصطناعي يستوقفه هذا الركن الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي سكاي والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. بس تكلم قول لي تبي عشان هو يفرغ. السلام عليكم، صباح الخير. فخور جدا بتواجدي في هذا المكان، هذا المؤتمر اللي هي مفخرة لكل مواطن سعودي. صوتك هو برنامج للتعرف على اللهجات السعودية وتحويلها من صوت إلى نص كتابي. له تطبيقات كثيرة، منها مثلا مجلة في خدمة العملاء وكابشنك في التلفزيون والأشياء هذه. تتميز سكاي بريادتها في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية والتعلم الآلي والروبوت وإنترنت الأشياء. يمكن هذا المنتج الأطباء من تعرف اعتلال الشبكية السكري في مراحل مبكرة وتقديم العلاج في وقت مناسب، بالإضافة إلى تقليل الوقت والتكاليف على المرضى. قمنا في سكاي ببناء هذا المنتج بالشراكة مع سدايا ومستشفى الملك خالد للعيون وشركة لين، وهو حاليا تحت الاختبارات السريرية. يأتي تصميم حلول سكاي بهدف الدفع باتجاه تغيير طرق التفكير والتصورات وثقافات العمل والتطلعات، مع زيادة الكفاءة والإنتاجية من خلال اعتماد المزيد من الإمكانات الجديدة ونماذج الأعمال المبتكرة. هذا نموذج لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الرؤية الحاسوبية في إدارة الحشود، وهذا طبقناه الحقيقة في الحرم المكي الشريف لخدمة زوار الحرم، وللتعرف مثلا على أعداد الحجيج في منطقة معينة أو للمساعدة الأشخاص اللي بالسقوط مثلا أو شيء زي كذا. استخدم الذكاء الاصطناعي لتنبيه رجال الأمن لوجود حالات مثل هذه على أساس التدخل السريع إن شاء الله. خالد الربعي، الرياض. وعلى هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا وشركة جوجل كلاود عن تعاون جديد يهدف إلى تمكين المرأة في العالم من ممارسة وظائف جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في الأسواق الناشئة، وذلك من خلال تدريب أكثر من 25,000 امرأة على مدى السنوات الخمس المقبلة. من جانبها، وقعت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وشركة انتل المحدودة مذكرة تفاهم تتعلق بمجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي وروبوتات، حيث تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية للحوسبة، بحيث تزود شركة انتل المدينة بمعلومات حول الخطط المستقبلية والمستجدات للمعالجات الدقيقة للشركة ومنتجات انتل في التقنيات الناشئة. تجاوزت تبرعات الحملة السعودية الشعبية الإنسانية التي انطلقت الاثنين الماضي عبر منصة ساهم لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان تجاوزت 24 مليون ريال، وكانت قد وصلت يوم أمس الطائرة الإغاثية الثانية إلى مدينة كراتشي وعلى متنها 90 طنا من المساعدات الغذائية والصحية والإيوائية ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار بجمهورية باكستان. نشرتنا انتهت، بقي أن نذكركم بالعناوين. خلال اتصال هاتفي، خادم الحرمين الشريفين والملك تشارلز الثالث يؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات بين البلدين. سمو ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية. وزير الخارجية يوقع اتفاقية إنشاء مقر للمنظمة الدولية للتعاون الرقمي في الرياض. مشاهدينا الكرام، نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.